وللمزيد من المتابعة والتفاصيل حول كل هذه العمليات ينضم إلينا من القدس مراسلنا نضال كنعان. المزيد معك نضال. نعم داليا، عمليا كل هذه العمليات على طول الضفة الغربية سواء من الشمال في منطقة طول كرم وإلى الجنوب إلى جنوبي بيت لحم وهنا في القدس، كل هذا يبقي على أجواء التوتر الأمني هنا في القدس وفي إسرائيل عموما، يحافظ على درجة الاستنفار لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي كانت تأمل في انتهاء هذه الموجة من العنف كما تقول. يوم الخميس الماضي وعند انتهاء إسرائيل من الاحتفالات بعيد استقلالها كانت الأجهزة الأمنية تتحدث عن العودة إلى الحياة الطبيعية وسرعان ما تبين بأنها كانت مخطئة ومتسرعة بعد العملية التي حدثت هناك، وبالأمس تم إلقاء القبض على منفذي هذه العملية. عمليا الوضع الأمني المتدهور يؤثر سياسيا في إسرائيل، هنالك دائرة من التأثير والتأثير العكسي. الحكومة الإسرائيلية اليوم عاد البرلمان الإسرائيلي إلى العمل بعد عطلة الربيع على واقع جديد فقدت فيه الحكومة الإسرائيلية من أغلبيتها، والمعارضة تستغل الوضع الأمني للضغط على هذه الحكومة، وبالتالي هنالك خطر من أن الحكومة التي تشعر بأزمة أمنية وأزمة سياسية لا يمكن التنبؤ بردود فعلها الأمنية، وهنا يكمن الخطر. رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة الحالي بنيامين نتنياهو يضغط في هذا الإطار وهو يعرف بأنه الورقة الرابحة ربما هي الورقة الأمنية في إسرائيل، وهي أكثر القضايا مهمة بالنسبة للمواطن الإسرائيلي، وهو يعرف أنه يمكن إحراج هذه الحكومة بسبب التناقضات بين مركباتها بسبب الوضع الأمني. هنالك طبعا حزب في داخل الحكومة الإسرائيلية القائمة العربية الموحدة التي أعلنت عن تجميد عضويتها في الائتلاف الحكومي بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وبسبب الأوضاع في القدس وفي المسجد الأقصى. بالأمس رئيس الحكومة رد على ما قاله زعيم هذا الحزب أو رئيس هذا الحزب منصور عباس حول أن العودة إلى الائتلاف الحكومي أو العودة إلى دعم الائتلاف الحكومي متعلقة بالأوضاع بالقدس وبالتفاهمات الإسرائيلية الأردنية، حيث شدد نفتالي بنت على أن القرار فيما يتعلق في القدس يعود فقط للحكومة الإسرائيلية دون تأثيرات خارجية. شكرا لك مراسلنا نضال كناعي كان معنا من القدس.